بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي المحاضرة الرابعة في الـ Statistics and Probability، استكمال Chapter 2 في كتاب ترايولا المعني بالـ Understanding of Data. إحنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت إزاي إننا بنستكشف Data Set وبندور على الـ Properties بتاعتها، وأكتر حاجة شفناها في المحاضرة اللي فاتت كانت الـ Distribution. اتعلمنا ازاي اننا نكون تيبل يبين لنا الديستريبيوشن او الفريكوانسيز او القيم اللي ظهرت اكتر وفين السنتر تقريبا بتاع الداتا. احنا اتعلمنا ان في خمسه بروبرتيز اللي هم السي بي دوت، وهنشوف سلايد ثانيه هتفكرنا بيهم في المحاضره ديت، لكن احنا في المحاضره دي معنيين بدراسه او بفهم الجرافز، وخصوصا نوع من الجرافز اسمه الهيستوغرام، ممكن يكون فعال اكتر في استكشاف الداتا وفهمها، وان احنا نشوف الديستريبيوشن او الباترن بتاع الديستريبيوشن بتاع القيم اللي موجوده في الداتا سيت بتاعتنا بشكل افضل كمان من اننا نحط تيبل فيه ارقام. يعني احنا مش محتاجين اننا نثبت ان الجرافز او الرسومات باورفول بشكل كبير في انها تسامرايز داتا او تكمبير داتا سيتس. نقدر باستخدام الجرافز اننا نعرض نتائجنا بشكل فعال افضل بكتير من اننا نقعد نكتب كلام او نحط حتى جداول فيها ارقام. هنبدا بتو اكزامبلز تاريخيين، يعني في الهيستوري بتاع الاستاتستكس ليهم اعتبار من القرن التسعتاشر، هم ليهم اعتبار لأنهم لفتوا الأنظار للباور بتاع الجرافز في عرض الداتا والكونكلوجنز اللي احنا ممكن نوصل لها من الداتا ديت، وإثبات وجهة نظر الناس اللي عملوا الفيجرز ديت. الفيجر اللي قدامنا ده من إبداع فلورنس نايتنجيل، اللي هي بتعتبر يعني الشكل الحديث لمهنة التمريض، هي اللي أنشأت، يعني بيعتبروها الفاوندر أوف ذا نيرسينج بروفيشن. فمن الإنجازات بتاعتها كان استخدام الاستاتيستكس، ودي رسمة من الرسومات اللي هي تنسب ليها، اللي هي نتيجة شغلها في فترة أحد الحروب، ومن يعني عرض للبيانات اللي توفرت ليها من شغلها في الهوسبيتالز أثناء الحرب في بريطانيا. حبت إنها توضح حقيقة ممكن كانت تبقى غايبة عن صناع القرار، يعني في وقتها إن هي لاحظت إن في يعني غياب لعوامل النظافة ومنع التلوث وتجهيز المستشفيات في وقتها، والنتيجة لده كانت إن عدد الوفيات نتيجة غياب العوامل ديت وعدم تجهيز المستشفيات ومنع التلوث بالقدر الكافي وكده كان أكبر من عدد الناس اللي ماتوا من الجنود، يعني في الجيش بسبب الحرب. يعني الفيجر ده على مدى سنة من بداية الحرب كده، ولو لفينا كده clockwise هنبدأ نشوف عايزة تقول ايه من الرسمة دي. فالرسمة دي عايزة تقارن بيها الحاجة اللي برة ديت، هي عدد الناس اللي ماتوا او الكاونت بتاع الناس اللي ماتوا نتيجة ما يسمى هنا preventable diseases، يعني امراض نتجت من كان ممكن تجنبها لو المستشفيات مجهزة كويس وما فيش تلوث وكده. الجزء الأحمر اللي جوه ده هو عدد الناس اللي ماتوا نتيجة الإصابات بتاعتهم في الحرب، الجنود يعني والعساكر والناس اللي ماتوا نتيجة الإصابات الحربية. والجزء الأزرق ده اللي هو ناس لا ماتوا لأسباب أخرى، يعني ماتوا لأسباب طبيعية بس لا هم ماتوا بسبب إصابة في الحرب يعني، ولا هم ماتوا نتيجة أمراض بيزد على الغياب السانيتاري كونديشنز، اللي هي هدفها من الفيجر ده أنها تبين ضخامتها كومبيرد لي
القتلى نتيجة الأعمال الحربية. ففيجر زي ده هي بي قدرت إن هي تقنع الناس في وقتها إن هم يهتموا بتجهيز المستشفيات بشكل أفضل. يعني حاجة من غير فيجر زي كده وفي فترة حرب ممكن أي حد يبقى متوقع إن الوفيات نتيجة الحرب وإصابات الحرب وكده أكبر نسبة، لكن فيجر زي كده بيوضح حقيقة من الداتا اللي هي جمعتها وقتها، بين خطورة ترك المستشفيات بالحالة اللي هي كانت عليها في وقتها يعني. ف يعني شيء بيبين لنا ازاي ان في القرن ال19 وفي وقت مبكر وما كانش فيه تكنولوجي ولا كمبيوترز ولا كده، ولكن في كريدت جامد بيعطى لفلورنس نايتنجيل عموما في طريقة شغلها وطريقة عرضها للملاحظات اللي هي بتلاحظها في شغلها وإقناع الآخرين بالكونكلوجنز اللي هي وصلت لها يعني. فده جراف يعني في درجة إبداع عالية، ونفسنا نتعلم إحنا كمان إن إحنا لما نوصل لنتائج في شغلنا أو نلاحظ حاجات نحاول إننا نجمع الداتا ونعرضها بالشكل اللي هو يحقق الهدف، مش إننا نقعد نكتب كلام والناس تبتدي تجادل فيه وخلاص يعني. برضو دي رسمة تانية برضو من يمكن أسبق شوية من الرسمة السابقة يعني، وهي بتعتبر الرسمة دي في ناس بتعتبرها أكثر جراف في إبداع في تاريخ الاستاتيستكس، اللي هي بتوضح الفقد في عدد الجنود أو في حجم الجيش بتاع نابليون في خلال ما يسمى الراشن كامبين أو الحملة الروسية اللي كانت في 1812 و1813. فهنا الإبداع في الرسمة اللي قدامنا دي هو قدر البيانات والمعلومات اللي اتحطت فيها بشكل، فهي الهدف الأساسي منها إنه يبين لنا مثلا إن الجيش بدأ في الوقت ده في المكان ده يعني. هنا في الجراف اللي قدامنا بيبين لنا جيوغرافيكال انفورميشن كأنه خريطة، بيبين لنا الأماكن بتاعت المدن وازاي الجيش بدأ بالعرض ده بالحجم ده اللي هو 422 ألف جندي، وبيورينا ازاي الجيش كان بيتناقص، وحتى بيورينا هنا ازاي ان في جزء من الجيش مشي، من جزء صغير من الجيش مشي في اتجاه والجزء التاني يعني انفصل شوية الجيش وبعدين اجتمع تاني. وبيورينا هنا على ما وصلوا موسكو اللي هي كانت الديستينيشن بتاعت الجيش في الحملة ديت، ازاي اللي بدأ بربعمية وحاجة ألف وصلوا هنا 100 ألف بس، ده كده في رحلة الذهاب الاتجاه ده وهم رايحين لموسكو. بيورينا النقط أو المدن الكبيرة اللي مروا بيها وازاي الجيش كان بيتناقص تدريجياً. فدي شكل من أشكال عرض البيانات بشكل رسومي، أفضل بكتير ما كنا نعمل جدول كده ونكتب إن إحنا في مدينة كذا كان كذا، في مدينة كذا الجيش بقى كذا. هنا بيورينا في بالبني ده رحلة العودة بقى بتاعت الجيش، إزاي إن هو 100 ألف دولت في سكتهم للعودة نتيجة ظروف جوية وحاجات يعني. هنا برضو مبين لنا الظروف الجوية، درجات الحرارة اللي هي تحت الصفر اللي هي كانت قاتلة بالنسبة أو مهلكة لقدر كبير من الناس في الجيش ده. فبيوريني هنا في رحلة العودة أهو الجيش، وفي الحتة دي مثلا إن في مجموعة راحت كده وفي مجموعة مشيت كده لغاية ما وصلنا إن النقطة اللي كنا خرجنا منها في البداية الجيش بقى 10,000 فرد بس. فهنا يعني في بيانات عن التوقيتات الديتس، هنا من تحت ده بيبين لي يعني كانوا هنا في أكتوبر نوفمبر لغاية ما وصلوا، بيورينا يعني إيه التاريخ، بيورينا درجة الحرارة، بيورينا عدد أفراد الجيش في كل نقطة في رحلة الذهاب ورحلة العودة.
وأماكنهم، فاعتبروا أن الرسمة ديت فيها إبداع كبير جداً، أن اللي عملها أو الناس اللي عملتها قدرت أنها تضم عدد كبير جداً من المعلومات اللي معمولة بشكل واضح، واللي نقدر بيها أننا نفهم كتير عن إيه اللي حصل للجيش بتاع نابليون أو الجيش الفرنسي في خلال الحملة ديت. دي برضو حاجة من الهيستوري، يعني بيبين ان من القرن التسعتاشر رغم ان ما كانش فيه التكنولوجي اللي موجودة عندنا اللي بتسهل لنا الجرافيكس والأدوات اللي موجودة على الكمبيوتر اللي هي بيها بنقدر اننا نبدع، لكن حتى احنا بنلاقي اننا كتير من الناس ممكن يبقى مش مدي أهمية كافية لأن هو يقضي وقت كافي للتفكير في كيفية إن هو يعرض النتائج والداتا اللي معاه بشكل يعكس قدرك، يعني تبقى ريتش كده، تبقى الرسمة كده الناس تبص فيها يعني تقدر تستخلص منها معلومات كتير إحنا قصدين إننا نحطها، أو نتائج لدراسات إحنا عملناها، مقارنات بين تكنيكس مختلفة. يعني دي حاجة ممكن تفرق شخص عن شخص تاني، قدرته على إن هو يستخدم ذكائه والإبداع بتاعه في إن هو يعرض نتائج في جراف. فإحنا نرجع تاني بقى للموضوع بتاعنا عشان إحنا هنركز على نوع معين من الجرافس النهاردة، بحيث إن هو يساعدنا برضو إننا لو عندنا داتا ست وعايزين نستخلص الخصائص بتاعة الداتا ست ديت نقدر إننا إحنا في المحاضرة اللي فاتت فهمنا إن أنا أي داتا ست عايز أفهمها واستكشفها أفكر في السي في دوت اللي هو السنتر والفاريشن والديستريبيوشن، ولو في أوتلايرز أحاول إن أنا أشوف الأوتلايرز دي اللي ممكن تأثر في حساباتي وأشوف هستبعدها ولا هي نويز ولا هي سبيشال يعني كيسز للداتا بتاعتي، والتايم يعني مدى تغير الخصائص دي اوفر تايم. فاتكلمنا ان دي حاجات احنا بنركز في محاولة فهمها لأي داتا ست احنا مطالبين اننا نشتغل عليها، سواء اننا هنطبق حاجة من الالجوريثمات بتاعت الداتا ساينس والماشين ليرنينج، او هنشغل يعني احد الاستاتيستيكال ميثودز او الاستاتيستيكال تيستس بشكل مباشر. واحنا شفنا ازاي ان الفريكوانسي تيبلز كانت بتبين لنا الى حد ما الديستريبيوشن، بتبين لنا برضو فين المركز او فين النقطة اللي هي السنتر فاليو بتاعت الداتا، وهل هي في النص ولا ناحية اللي سكيوت شوية فوق للقيم الصغيرة او للقيم الكبيرة وهكذا. ده اكزامبل احنا شفنا في المرة اللي فاتت ازاي الرو داتا حولناها لفريكوانسي تيبل، قدر ان هو يورينا القيم الاكثر فئاني كلاسز اوف فاليوز. فشفنا هنا ان القيم معظم القيم كانت في الايدجز الصغيرة للاكترسز، وفهمنا من كده الديستريبيوشن ده ان هو الى حد ما هواش نورمال، يعني مش دايما بيبقى biased towards younger ages. في المحاضرة دي احنا هنبني على نفس الفكرة ديت، اننا بنسمرايز الداتا باننا بنجمع الفريكوانسز او الكاونتس بتاعت الفاليوز اللي في intervals معينة، في classes of values معينة، زي في المثال ده ما احنا قسمنا الرينج اوف فاليوز اللي موجود في الداتا ده الى ستة كلاسز، اللي هي الناس اللي في العشرينات، الناس اللي عمرها في الثلاثينات، الاربعينات، الخمسينات، الستينات، من السبعين، من الواحد وسبعين للثمانين. فكده احنا قررنا ان احنا نقسم للستة كلاسز دول لسبب ما. طيب الهيستوغرام بقى هو ايه؟ هو الجرافيكال فيرجن بتاع الفريكوانسي تيبل. الفريكوانسي تيبل ده جدول انا هعمل رسمة او جراف يعرض الـ نفس التيبل ده، فهو الجرافيكال فيرجن من الفريكوانسي تيبل. هيطلع لنا فيجر اسمه الهيستوغرام، من اهم الادوات اللي لازم اي حد بيشتغل في الداتا ساينس او الاستاتستكس لازم يكون قادر ان هو يستخدم الهيستوغرام، يقرا الهيستوغرام، يكونستراكت الهيستوغرام لديتا،
يعمل الكونستراكشن ده بشكل كويس، يترجم الداتا الهيستوجرام ويستخلص منه معلومات عن البروبرتيز الخمسة اللي احنا قلنا عليها اللي هي السي في دوت. لو كل ما قدر ان هو يستخلص معلومات اكتر، كل ما فهمه للداتا بقى افضل، فيقدر ان هو يختار التكنيكس الاستاتيستيكال ميثودز المناسبة، يعرف الاستاتيستيكال ميثود اللي هو كان ناوي يستخدمه ينفع للداتا سيت ديت ولا ما ينفعش وهكذا. فاحنا عندنا هي جراف 2 دايمنشنال جراف، هيبقى المحور الافقي بتاعه بيمثل الكلاسز اوف فاليوز اللي هو العمود الاول هنا، ده هيبقى هو على المحور اكس، وهيبقى على المحور واي هيبين لنا الهايت، هيبين لنا الكاونت او الفريكوانسي اوف ذيس فاليوز، وده هيبقى عباره عن بار جراف. يعني كل سطر من دول هنعمل له بار في الرسمة بتاعتها، يعني هيبقى شكله ادي التيبل بتاعنا اللي احنا عملناه او اتعلمناه المرة اللي فاتت، وكل اللي هعمله ان انا همسك اول سطر ده اللي هو بيبين الفريكوانسي بتاعت اول كلاس اوف فاليوز اللي هي تتراوح بين 21 و30، وهعمل لها البار الاولاني ده خلاص. طلعت هنا المحور الرأسي هو الفريكوانسيز، واحنا اتعلمنا قبل كده ان احنا لما هنعمل حاجة زي البار جراف لازم علشان ما يبقاش الداتا خادعة او تبقى بتدي بتوحي بفروق غير الطبيعية، غير الفروق الطبيعية بين القيم بتاعتنا، نبدأ من الزيرو، اتكلمنا على ده في محاضرة سابقة. هنا كل سطر من دول عملنا له one bar في البار جراف ده، فانا كده حولت التيبل الى فيجر. احنا كنا التيبل ده بنبتدي نشوف بقى القيم بتطلع وتنزل وبتطلع، وهل الماكسيمم بتاعه بيكون في النص ولا لا. فهنا لما بيكون عندنا رسمة زي الهيستوجرام اللي قدامنا ده اللي بيبين لي ان القيم ما بين العشرين ونص هنا، لما جينا نعمل البار جراف بقى هنكتب ايه على المحور الاكس ده. هو هنا في الاكزامبل ده هو عارف ان اول كلاس القيم اللي بتتراوح بين 21 و30، فكأن الباوندري قال ان اللي في البار ده القيم اللي هنا ديت ال 28 فاليو دول هنا 28 هم الفاليوز اللي في الداتا اللي اكبر من ال 20 ونص واصغر من ال 30 ونص. يعني هنا بيبقى ده اسمه الكلاس باوندري، ال 20 ونص اصغر من ال 21 وال 30 ونص اكبر من ال 30، وفي نفس الوقت ال 30 ونص اصغر من ال 31. فالقيمه اللي هو كاتبها هنا في الفيجر اللي قدامنا ده من الكتاب كان مستخدم ان هو بيحط كلاس باوندريز. ممكن ما اعملش كده، ممكن اشيل كل ده واحط بالظبط كده من 21 ل 30 هنا في الحته دي، من 31 ل 40. يعني طريقه الليبلنج بتاع الهيستوجرام ممكن تتعمل باكتر من طريقه. ممكن نيجي هنا نكتب بس قيمة واحدة في النص اللي هي الميدل بوينت اللي هنا بين ال 21 و 30. لو جبت القيمة اللي في النص بالظبط في الكلاس اوف فاليوز دي هتبقى مثلا 25 ونص. فبدل ما اكتب 20 ونص هنا و 30 ونص هنا على بداية الخط كده على الباوندري بتاع البار على بداية ونهاية، هاجي في نص البار واكتب القيمة الميدل فاليو اللي جوه الكلاس، او اكتب الرينج كله زي ما انا عامل في التيبل هنا. اجي هنا في البار ده واكتب من 21 ل 30، ممكن اكتبها افقي وممكن اكتبها راسي. يعني المهم في الاخر ان انا قدرت اعرف ان الكلاس ده اللي هو من 21 ل 30 ده الكاونت بتاعه بالرسمه. الرسمه هي نفسها الفريكوانسي تيبل. ولكن لو انا عندي بقى داتا كتير وكلاسز كتير، داتا كبيره وكلاسز كتير، ممكن يبقى انا اتحكم بقى في الرسمه دي واشوفها، اشوف الباترن فيها اسهل بكتير واسرع واوضح من ان انا استخلص الباترن بتاع توزيع الداتا من تيبل وارقام مكتوبه. فالناس دايما بتفضل الهيستوجرام اساسي جدا في شغلنا علشان نقدر نشوف الديستريبيوشن ونعمل الحاجات اللي كنا عملناها في المحاضره اللي فاتت بالفريكوانسي تيبل. فريكوانسي تيبل شيء جميل، لكن لو اقدر اعمل نفس الحاجه بالهيستوجرام يكون اوقع وافضل واكثر، يعني اكثر عمليا هو الشيء اللي الناس دايما بتعمله. لكن في الاخر هما الاثنين حاجه واحده، بس طريقتين في عرض الديستريبيوشن.
مستخلصين من بعض. وزي ما احنا برضو كان في الفريكوانسي تيبل في عندنا فريكوانسي تيبل وفي عندنا ريلاتيف فريكوانسي ديستريبيوشن او ريلاتيف فريكوانسي تيبل اللي هي مش بتطلع لي الكاونت, بتطلع لي نسبة كم في المية من القيم موجودة في كل كلاس. فأنا ممكن أعمل ده برضو ويبقى عندي حاجة اسمها ريلاتيف فريكوانسي هيستوغرام. بس لو لاحظنا هنا هنلاقي إن الرسمة ما تغيرتش, الرسمة هي هي, الرسمتين هما هما, سواء هيستوغرام اللي هو الغالبا الناس بتستخدم الهيستوغرام. الريلاتيف هيستوغرام هو ظريف إن هو هنا في المحور بدل ما يقول لي رقم رقم كده ما يعني مش عارف هو بنسبة كام في المية حط لي النسبة المئوية. لكن عادة احنا في الهيستوغرام مش بنهتم قوي, الاهتمامنا الاكبر بتوزيعة الداتا والداتا متوزعة بشكل سيمتريك ولا لا. طيب احنا قبل ما نتكلم هنتكلم شوية على الهيستوغرام, بس بداية احنا ما عندناش مشكلة في الوقت الحالي في رسم الهيستوغرام. يعني معظم الادوات اللي الناس بتستخدمها في شغل الاستاتستكس او الداتا ساينس والماشين ليرنينج موجود فيها فانكشنز جاهزه بتعمل الهيستوغرام وسهله جدا. فمثال اهو الماتلاب, عندك امر اسمه هيست وتبعت له الداتا بتاعتك اللي احنا طبعا اتعلمنا او طلبت منكم انكم تتاكدوا انكم بتقدروا تقروا الداتا من اكسل فايل او من تكست فايل او كده. فانا جبت داتا فاليوز فهنا في الـ في الـ في الـ في الفيكتور ده او الماتريكس اللي اسمها اكس ديت, وبعدين قلت له ارسم لي الهيست بتاع الاكس وخلاص. هنا الماتلاب تقريبا هو باي ديفولت بيختار 10 كلاسز اوف فاليوز, يعني قسم الداتا بتاعتي ديت ل 10 كلاسز اوف فاليوز اللي هنا في المثال ده تقريبا كان كل كلاس عباره عن قيمه واحده ورسمها لي. وهنلاقي هنا في حاجة ما ظهرتش خالص اللي هي يمكن الستة ما ظهرتش في الداتا, فعشان كده مش موجود لها في جاب في النص. فأنا ما عنديش مشكلة ان انا ارسم هيستوغرام لداتا. برضو في اكزامبل تاني هنا بالبايثون, فانا برضو هنستخدم ما يسمى المات بلوت لايب. فالمات بلوت لايبراري ديت بتساعدنا اننا نرسم زي كده ما بنعمل بلوتنج في المات لاب بسهولة. فدي هتسهل لنا كل الجرافز اللي احنا محتاجينها في شغلنا والبلوتنج بتاعها في البايثون. فهي برضو لايبري اساسيه جدا لاي حد بيشتغل في الداتا ساينس او الماشين ليرنينج او كده. فبرضو بعد ما عملت امبورتنج للمات بلوت لايب قدرت ان انا انادي فانكشن جاهزه اسمها هيست, هبعت لها الداتا برضو بتاعتي, وهنا هبعت لها ما يسمى البينز اللي هي عدد الكلاسز. برضو كان انا عايز اقول له انا عايز 10 بارز, وهو ده اللي هو عمله لي هنا ورسم لي الهيستوغرام او التوزيعه. اتضح هنا ان من العشرين مثلا, يعني هنا شفت فين اكتر حاجة متكررة كتير. تمام, ويعني هنا برضو ما عنديش مشكلة وانا بستخدم البايثون. في الاكسل نفس الكلام وهكذا, وفي الـ في الـ في الـ في البرامج اللي مستخدمة بكثرة في الاستاتيستكس واللايبرز الموجودة غير اللي أنا قلتهم دول. يعني معظم الناس يا بتستخدم بايثون يا بتستخدم ماتلاب, يعني يا بتستخدم أور يا بتستخدم إكسل. يعني في ناس برضو بتعمل أناليسز للداتا في قدرات قوية جدا في الإكسل. في كل الحالات أنا بقدر إن أنا أرسم أو أكونستراكت التيبلز سوري البار جراف ده أو الهيستوغرام ده بسهولة. يعني ما عنديش مشكلة, أنا مش هقعد أكتب كود يقعد يرسم لي وكده. حتى الأكواد اللي احنا عملناها أو اللي طلبته منكم في المرة اللي فاتت بتاعة الفريكوانسي تيبل هي لطيفة, بس لو أنا عندي حاجة جاهزة هتطلع لي الهيستوغرام غالبا أنا هلجأ لها لما يكون معايا داتا حقيقية عايز أعمل لها استكشاف وفهم وكده, وأشوف الديستريبيوشن والسنتر وهلية هل هي نورمال ولا مش نورمال. والحاجات اللي احنا كنا تعلمنا ازاي نعملها مع الفريكوانسي تيبل ظريفة جدا, بس لو متاح لي الهيستوغرام هيبقى الصورة أوضح في ذهني وخصائص الداتا هتبقى أكثر كده إيه يعني اكتمالا في ذهني, وهيبقى الكونكلوجنز اللي أنا بعملها عن الداتا والخصائص بتاعتها أكثر دقة. يعني يبقى أنا عايز أقول بس إن إيه إن الكونكلوجن للنقطة دي إن ما عندناش مشكلة إزاي إننا نبني الهيستوغرام جراف ده.
لان هو موجود التكنولوجي بتسمح لي ان انا اعمله في خطوه واحده، مجرد ما الداتا اكتملت وقريتها في الاداه اللي انا بستخدمها او اللغه اللي انا بستخدمها، هقدر ان انا انادي الفانكشن اللي اسمها هيست او ما يقابلها في اي اداه وارسم الهيستوجرام. لكن الاهم هو طبعا في حته كده تشالنج، في ديسيجن معين احنا بنعمله هنتكلم عنه دلوقتي، لكن الاهم دايما عندنا هو قدرتنا ومهارتنا في اننا امتى نستخدم الهيستوجرام، ولما بنستخدم الهيستوجرام ازاي نفهم الداتا بتاعته. فالهيستوجرام هو باورفول تول، هوريكم حتى مش بس بستخدمه علشان انا في داتا سيت عايز افهمها، حد مديها لي او جمعناها وبنشوف بس الديستريبيوشن بتاعها، هي اوقع اكبر من كده كمان. يعني ده مثال من شغل عملته قبل كده في فتره الدكتوراه، يعني ان كنا بنعمل سيميوليشن ستادي بنكمبير بيها او بنستادي بيها حاجات سيناريوز مختلفه للاوتونوماس فيكلز، او سيناريوز كده لشبكه طرق وشبكه تقاطعات، وكل الترافيك بتاعنا عباره عن اوتونوماس فيكلز، فيها يعني فيها هي تعتبر سمارت فيكلز، في كوميونيكيشن مستمر بين كل عربيه والعربيات اللي حواليها، وفي استخدام للذكاء الصناعي وكده، وبنحاول نشيل الاشارات المرور من التقاطعات ديت، والعربيات تتعاون مع بعض ببروتوكول معين والجوريزمز معينه، بحيث ان هي تقدر ان هي العربيات تعدي التقاطعات دي من غير ما يحصل حوادث او تخبط في بعض، وفي نفس الوقت من غير ما يحصل ديلي كتير وتضطر اي عربيه انها تقف وقوف كامل، اللي هو ممكن يكون هيعطل تعطيل في الزمن ديلي، وفي نفس الوقت ممكن يكون استهلاك يعني استهلاك للبنزين بشكل اكبر، يعني مش ما فيش كفاءه في ده في الترانسبورتيشن انجينيرنج حاليا. هو الترند ان اشارات المرور بوضعها الحالي مش اكفأ وافضل طريقه اننا ننظم او نكنترول الترافيك على التقاطعات بتاعه الطرق. ولما هيبقى العربيات كلها اوتونوموس وهيبقى الرودز بتاعتنا سمارت، هيبقى اكيد مفيش استخدام لاشارات المرور بالشكل الحالي علشان تنظم مرور العربيات في التقاطعات. فهنا كان احد السيميوليشن ستاديز اللي انا عملتها، كنت بحاول ان انا اشوف في حاله الترافيك بتاع الاوتونوموس فيكلز ده، لو عملنا انفورسنج لكواليتي اوف سيرفيس بوليسز، يعني هل نقدر اننا مثلا في طريق نخلي العربيات اللي هي لازم تمر بسرعه، زي مثلا عربيات الاسعاف عربيات البوليس، او بنحاول نكافئ نوع معين من الترانسبورتيشن زي اتوبيسات النقل العام، لو مش عايزين عربيات كتير تبقى على الطريق واستهلاك للبنزين ودخان وحاجات تلوث يعني للبيئه وكده، فبنحاول نشجع الناس انها تركب الباص. هل ممكن يبقى في نفس الطريق نخلي الباصز وعربيات الاسعاف والناس اللي هم ظروفهم ما تسمحش، يعني في خساره كبيره هتتم لو هم تعطلوا في الطريق، هل يبقى في شويه عربيات كده احنا مدينهم ضمان ان يبقى استخدامهم للطريق له كواليتي اعلى؟ والكواليتي اوف سيرفيس ده مفهوم هتتعلموه كمان وانتوا بتدرسوا شبكات الكمبيوتر في الكورس بتاع الكمبيوتر نتوركس، ان ازاي نفس الشبكه بتاعه الطرق نقدر اننا نخلي عربيات معينه ليها بريوريتيز معينه، بحيث ان الترافيك يتنظم، ان دولت لو موجودين هم ليهم الاولويه، ولو حد هيستنى يبقى الناس اللي هم كونفليكتنج معاهم او في الاتجاهات الثانيه. فكنت بقارن بوليسي كده او الجوريثم بيحاول ينفورس الكواليتي اوف سيرفيس ده بشكل معين. فهنا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنكمبير الترناتيف تكنيكس. الهيستوجرامز ممكن يجي في ذهنك على طول كطريقه من طرق العرض لما يكون السيستم بتاعك فيه انتيتيز كتير، زي انا هنا بسيميوليت سيستم عباره عن عربيات كتير، ممكن يكون مئات العربيات او الاف العربيات احيانا. فانا دلوقتي عايز اقيس ايه لكل عربيه بقى لما دخلت في السيميوليشن ستادي ديت، دخلت في شبكه الطرق دي وخرجت، الديلي بتاعها مثلا كان قد ايه، او استهلكت بنزين قد ايه حسب الموديل اللي احنا شغالين بيه او مهتمين بقياسه،
او بالاستيميشن بتاع القيمه بتاعته يعني في السيميليشن ستادي ديت. فهنا مثلا الهيستوجرام الازرق ده بيبين للعربيات، انا عندي مثلا هنا يعني مئات العربيات، فمثلا واضح هنا ان ايه ان 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 الديلي معظمه كان في ايه قبل يعني حوالين او قبل اصغر من 50 سكند، وابتدى بعد كده ان هو يقل شويه بشويه. يعني هي ما هياش سيمتريك قوي، هي تعتبر الى حد ما سكيوت تو ذا رايت. سكيوت تو ذا رايت يعني الديل ناحيه اليمين ممطوط شويه، يعني الداتا مكثفه ناحيه الشمال، فبنسميها رايت سكيوت رايت او رايت سكيوت او سكيوت تو ذا رايت. لو كان العكس، لو كان القيم قليله في الشمال وبعدين بتتكثف ناحيه اليمين او في الاخر، هنسميها سكيوت تو ليفت او ليفت سكيوت. فهنا الهيستوجرام الازرق ده بيبين لي الديلي في كل العربيات اللي عندي في السيستم، الانتيتيز الكتير اللي انا بعمل لها سيميوليشن هنا في حاله تطبيق الكواليتي اوف سيرفيس او ان يبقى في بريوريتيز للعربيات وكده. في حين ان الهيستوجرام اللي هو البرتقاني ده او الاورنج هو ان انا ما عملتش حاجه، يعني سبت الاوتونوموس فيكلز تمشي كل العربيات زي بعض بالبوليسي العاديه، ما فيش كواليتي اوف سيرفيس. فواضح هنا ان في ديليز اكتر لما حطيت التو هيستوجرامز مع بعض بين لي. يعني في النوع ده من واحنا طبعا كناس مهندسين مش مقصود الاكزامبل ده نفسه، لكن عموما مقصود ان انت لو بتجرب الجوريزم تكنيك اثنين تكنيكس وعندك حاجات كتير بتتاثر في السيستم بتاعك، فانت هتبدا تقيس لكل انتيتي منهم المتريك اللي انت بتحسبه، فهيطلع لك قيم كتير. فمش حلو انك انت تاخد الافريج هنا والافريج هنا وتقول الافريج هنا اصغر من ده يبقى الدنيا احسن، لانك لما تعمل ديستريبيوشن او هيستوجرام هيبان لك الدنيا ماشيه ازاي بصوره اشمل يعني. فدي حاجه احنا دايما لاننا ناس مهندسين بنعمل دايما اوبتمايزيشن، فبيبقى عندنا حاجه بنحاول نحسنها، فممكن الهيستوجرام يساعدني ان انا لما اطلع النتائج النهائيه اعرضها كومبيرد لبعضها وابين التحسن تم وبنسبه قد ايه، يبقى باين جدا ليا. فده استخدام مهم للهيستوجرام في التخصص بتاعنا بنحتاجه يعني. طيب فاحنا كده اتكلمنا شويه عن الهيستوجرامز وفهمنا انها سهل اننا باستخدام البايثون او الماتلاب او غيره نرسمها، وممكن نستخدمها في ايه غير اننا نتفرج على داتا جديده ونشوف هي نورمالي ديستريبيوتد في جابس ولا لا. الحاجات اللي احنا استخدمنا فيها الفريكوانسي تيبلز في المحاضره اللي فاتت هي نفسها نقدر نستخدم الهيستوجرام فيها. الديسيجن بقى اللي احنا كنا مطنشينه من المحاضره اللي فاتت هو احنا قلنا طب انا دلوقتي لما جيت مثلا عملت الفريكوانسي تيبل والهيستوجرام بتاع الاكترس ايجز ده، انا ليه اخترته 6؟ انا اخترته 6 هنا بيزد على سبجكتيف ان انا فكرت يعني ان ممكن يكون الايدجز كل عقد العشرينات والثلاثينات والاربعينات وكده. هيبقى معايا داتا سيتس كتير، مفيش عندي اي انديكيشن اقسمها كام كلاس. احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا كده يعني كرول ان احنا عايزينها تبقى مش قليله قوي، يعني تتراوح بين 5 كلاسز و20 كلاس. لو قللنا عن كده مش هيبان لنا التوزيعه بتاعت الداتا. يعني انا افترض ان انا مثلا جيت قلت ايه كل الناس كلاس واحد من 21 ل 80، هيبقى عندي بار واحد، هيبقى عندي سطر واحد ما شفتش حاجه كده. يعني لو قللت الكلاسز قوي مش هيبان لي التوزيعه والباترن بتاع الاختلاف في الداتا فاليوز ومين والقيم بتتركز في اني حته فين السنتر مش هيبان لي لو انا استخدمت عدد قليل جدا من الكلاسز اللي هو اقل من 5 مثلا. برضو لو زودت قوي عدد الكلاسز فيها مشكله، هيبقى في عندي نويز ومش هيبان لي قوي الباترن بشكل واضح. هنبص مع بعض هنا، احنا عندنا مشكله ان انا لما باجي اعمل الفريكوانسي تيبل او باجي ارسم الهيستوجرام ده بقى براكتيكال اللي بيحصل ان انا هتجيلي داتا فيها الاف الفاليوز، انا عايز اخد فكره بس عن
عمود معين او بروبرتي معينه مثلا توزيعها عامل ازاي، وهل هي نورمالي ديستريبيوتد ولا لا وهكذا. فهاجي هل انا لو عملت اي هيستوجرام باي نمبر اوف بنز هيطلع نفس الحاجه؟ فهنا هنستخدم كلمه بنز، هي دايما في السياق بتاع الاستاتستكس لما بنبقى عندنا رسمه زي كده، كل عمود من دول مش بنسميه بقى كلاس اوف فاليوز زي ما اتعودنا في الفريكوانسي تيبل، بنسمي كل عمود من دول او كل انترفال اوف فاليوز بيمثلها البار ده بنسميها بن. والتسميه جايه من البن اللي هي زي الريسايكل بن، اللي هي زي صفحه الزباله كده. ان طبعا بنشوف كتير ان بيكون في صف كده من الصفايح الزباله ديت او الباسكتس ديت اللي هي لازقه في بعض، تمام؟ فبيبقى ده شبه ان انا حاطط شويه بارز لازقه في بعض زي ما هو الحال في الهيستوجرام فيجر او في الجراف بتاع الهيستوجرام. فالورد بين لان انا كده انا فعليا كان انا مخصص لكل كلاس اوف فاليوز واحده من البنز دولت، وكل ما بلاقي قيمه بختار البن وارمي فيها القيمه اللي انا معايا في الداتا لغايه ما انا احط القيم بتاعه الداتا في البنز المختلفه اللي انا مخصصها علشان اشوف بيها توزيعه الفريكوانسز او الكاونتس بتاعه الداتا. فده الانالوجي اللي منه جت كلمه بن او اتحطت او ارتبطت يعني دايما كلمه بن بالبارز بتاعه كل بار في الهيستوجرام يسمى بن، اللي هو معناه شويه فاليوز ورا بعضها زي مثلا من 21 و30 ده هنسميه بقى في الهيستوجرام بن. فانا في الهيستوجرام ده اللي احنا شفناه في ده هيستوجرام مكون من 6 بنز. على اي اساس اخترنا 6 بنز؟ اخترناها في الاكزامبل ده سبجكتيفلي بطريقه بتعكس ازاي الناس دايما بتفكر في الفئات العمريه، ان هو حاجه و20 سنه، حاجه و30 سنه، حاجه و40 سنه، يعني شكل سائد للتقسيم. لكن انا دلوقتي لو معايا داتا سيت وعايز ان انا ارسم الهيستوجرام، لما استخدمنا الماتلاب والبايثون، هنا احنا هنا في البايثون كان في الامر بتاع الهيست بارامتر بنز ايكوال 10. انا هنا ممكن اغير، انا يعني هنا عندي القدره، وبرده في الماتلاب كان مكتوب هيست اكس، ممكن اكتب اكس كوما هنا عاملها لي 10 بنز، ممكن اقول له لا اعملها 5 بس كوما 5. يعني انا ممكن بالاضافه ان انا بدي في الهيستوجرام فانكشنز في اي تول اول بارامتر هو الداتا بتاعتي الداتا فاليوز، تاني بارامتر ممكن اعمل كوما واحط بارامتر تاني يمثل رقم يمثل عدد البنز او عدد الاعمده اللي انا عايز اقسم الداتا ليها. فيبقى انا عندي القدره برضو ان انا ارسم اختار البنز، بس هختارها على اساس ايه؟ احنا عارفين ان التو فيو بنز ما هياش كويسه، تو ميني بنز ما هياش كويسه، واتعلمنا المره اللي فاتت ان احنا كده رفلي بنختار رقم بين الخمسه والعشرين. طيب عايزين نشوف بس تاثير ان داتا سيت معينه نرسمها نرسم الهيستوجرام بتو ديفرنت ويدزز او تو او عدد البنز يختلف فيها. هنشوف ده مثال ظريف بيبين لي توزيعه القيم بتاعه التيبس اللي بتدفع في مطعم مثلا. يبقى واحد اكل في مطعم او في مكان يعني بيدفع فيه بقشيش او تيب وهو ماشي بعد ما يحاسب. فهنا بيورينا لما استخدمنا البين ويدز انا ممكن ان واحد يدفع دولار 2 دولار او 2 جنيه 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه 5 جنيه ونص 6 جنيه، يعني ممكن واحد يبقى حسابه مثلا 14 جنيه ونص فيقوم يدفع 20 ويسيب الباقي تيب، يبقى كده دفع 5 ونص تيب وهكذا. فيبقى التيب بتختلف من فرض لو انا جبت بقى جمعت 1000 تيب اتدفعت في مطعم ما او في مجموعه مطاعم في مكان ما يعني لوكال اريا لوكاليتي او في بلد معين او كده، وبعدين حبيت ارسم عشان اشوف اهل المكان ده او رواد المطعم ده او كده ايه طبيعه التيب اللي بيدفعوها متوزعه ازاي. هل ناس كرما بيدفعوا تيبس كبيره؟ هل ناس يعني يا دوبك بيدفعوا حاجه بسيطه؟ هل هي نورمالي ديستريبيوتد يعني ناس بتدفع قليل وناس بتدفع كتير بس سيمتريك، ولا ايه الطريقه التوزيعه بتاعه الداتا اللي ممثله للتيبس بايد ديت في الريستوران او في البلد ديت. فهنا جينا قررنا نرسمها بحيث ان يبقى
كل $1 يبقى عرض كل بين من دولت $1. يعني مثلا هنا حوالين هنا عمل الوان في النص، يعني معناه يعمل نص دولار مثلا لدولار ونص لأقل من دولار ونص، هيرمي الفاليو هيعد في البين دي من دولار ونص لغايه اقل من 2.5، هيرمي في البين اللي هي حوالين الاثنين وهكذا. فبقى عرض كل بين من دول يمثل $1 خلاص. وهنا عندنا من 1 لغايه 10 مثلا، فعندي تقريبا 10 بينز. طيب انا لما رسمت الهيستوجرام باستخدام البينز ديت اتضح لي او قدرت استنتج ان الداتا دي يوني موديل، يعني في بتطلع وتنزل بس هي سكيود رايت، يعني هي مركزة ناحية الشمال والتيل بتاعها ديلها او المطة بتاعتها ناحية اليمين، ده بيسموها سكيود رايت او رايت سكيود داتا سيت. ففهمت كده ان من الهيستوجرام ده قدرت افهم هو ما هوش نورمال ديستريبيوتد، هو معظم الناس بتدفع قيم اصغر، يعني التيبس الاصغر هي الغالبة، التيبس الكبيرة إلى حد ما قليلة أو نادرة، يعني نادر ما حد يدفع $10 أو $9، لكن معظم الناس حوالين الاثنين ثلاثة دولار واحد وهكذا. يبقى في هنا طلعت ونزلت بس ما هياش سيمتريك، يعني دي ما هياش ما تعتبرش نورمالي ديستريبيوتد داتا، ويوني مودل يعني ليها وان ليها ماكسيمم، طلع في حتة واحدة ماكسيمم واحد وبعدين نزلت تاني، في داتا تانية بتبقى طالعة نازلة طالعة نازلة وهكذا، فدي بنسميها مالتي مودل. فأنا قدرت من الهيستوجرام ده أستخلص معلومات، وهو هيستوجرام يعني سموث وحلو وبيعكس لي ديستريبيوشن بشكل واضح. طيب نفس الداتا بتاعت التيبس ديت لو جينا خدناها اللي هي مكونة مثلا من مئات التيبس، لو جينا خدناها ورسمناها بس إيه زودنا الكلاسز أو يعني صغرنا البينز ديت فزودنا الكلاسز والفاليوز، فأنا عايز أشوف بقى بتفصيل أكتر، فقلت إيه لا أنا مش عايز أجمع في كل عمود من دولت قيم تمثل الفرق بين البداية والنهاية بتاعتها $1، لا ده أنا عايز أبقى محدد أو 10 سنت. فجي هنا رسم الهيستوجرام تاني لنفس الداتا بتاعت التيبس ديت بويدز 10 سنت، هنا البنز بقت أرفع يعني بعشر، يعني هنا عدد البنز بيساوي 10 أضعاف عدد البنز في الرسمة اللي فاتت، وهل هحس انها طالعه نازله طالعه نازله طالعه نازله، بس هشوف هنا شويه حاجات زي الاوتلايرز، يعني يا دوبك مره واحد كده دفع $10 في مئات الناس اللي هم عدناهم هنا، فهنا بان لي ان ده تقريبا اوتلاير، بس هي الى حد ما برضو استيل ان هي سكيود رايت، لان انا شايف ان القيم معظمها ناحيه الشمال مش مغطيه الرينج بشكل سيمتريك. الاوتلايرز ممكن تكون بانت اكتر هنا، بس يعني الى حد انا بعتبر ان ده طالع نازل طالع نازل كده طالع نازل، الى حد ما بيكون صعب ان انا استخلص باترن واضح زي ما انا عملت هنا، ان هو حاجه طالعه في ناحيه الشمال وبعدين نازله بالراحه ناحيه اليمين. بس في برضو معلومات ما يعني الى حد ما كويسه هنا، ان انا لاحظ ان 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 البيكس بتاعتنا دايما حوالين ان الواحد بيدفع رقم صحيح دولار او دولار ونص هنا، يعني هنا تقريبا كده هتحس ان هي عند القيم الصحيحه $2 او اكتر حاجه دفعت هي $2 بالظبط، وبعديها في $3 نزلنا شويه وطلعنا تاني، وبعدين واضح هنا ان كمان عند الحاجه ونص ان الناس بتدفع 1.5 او 2 او 2.5 او 3 اكتر ما بتدفع القيم الغالبه اللي هي الباقيه دي. هو غالبا الناس لما بتدفع بكريدت كاردز بيبقى الدنيا متوزعه بشكل سموث اكتر، لان في المطاعم مثلا لما بتدفع بكريدت كارد بيديك ريسيت مكتوب فيه ان حسابك مثلا 13.5 او 13.8، فانت بتعمل ايه؟ بتحاول انك انت تخلي التيب بتاعتك تخلي الرقم الاخير اللي بيدفع رقم صحيح، ممكن تقول طب خلي 13.8 ديت ندفع 1.2 علشان يبقى التوتال مثلا $15 وهكذا. يعني انا هنا المقصود ان احنا لما رسمنا الهيستوجرام باتنين بعدد بينز مختلف او بعرض بين مختلف، هنا كان 10 سنت وهنا كان 10 اضعاف اللي هو $1، شفنا الداتا بشكل مختلف. طب ايهما افضل اعمل ده ولا ده؟ يعني احنا هنا بقى
احيانا انا لما بعمل بنز كتير قوي هيبقى الدنيا نويزي بالنسبه لي، مش قادر ان انا استخلص حاجه بشكل واضح. لو عملتها قليل قوي هيبقى فيه، انا ممكن اشوف باترن ما يكونش هو يعني يخدعني برضو، ما يكونش هو الباترن الواضح اللي هو احس ان الداتا يوني موديل، مع ان انا لو زودت شويه هيبان لي مودز اكتر وهيبان لي تفاصيل مهمه في توزيعه في الباترن بتاع الديستريبيوشن او توزيع الفاليوز بتاعه الداتا. فهنا اختيار عدد البنز هو اختيار مهم. عموما احنا انا شخصيا يعني لما بحتاج استخدم او ارسم هيستوجرام، نتيجه ان احنا عندنا طبعا التكنولوجيا زي ما قلنا سهل جدا ان احنا نكونستراكت، فانا شخصيا برسم الهيستوجرام بعدد بنز متدرج. يعني ممكن اقول له ارسمه لي 6 10 15 20 وببتدي اشوف واجدج لنفسي، ودي تعتبر يعني حاجه مناسبه جدا للادوات اللي احنا بنستخدمها. يعني بناخد وقتنا اننا نستكشف الداتا ونبص ونحاول نفهم من البين سايزز المختلفه حاجات مختلفه، ونحاول نقدر كده اني بين سايز كان الرسمه كده سموث وواضحه ان هي الفيتشرز بتاعتها بانت، ولما زودت ما استفدتش معلومه جديده، فيبقى هو ده البين سايز اللي ممكن ان انا اثبته. عموما بشكل عام الطبيعي ان انا عدد البنز في الهيستوجرام تكون متناسبه مع حجم الداتا سيت. لو عندي مثلا داتا سيت مكونه من 100 نقطه 100 فاليو، غير لو 1000 فاليو، غير لو مليون فاليو، فاكيد يعني كل ما الداتا بتكبر عدد الداتا بوينتس بيزيد، كل ما البنز اللي انا محتاجها علشان الداتا سيت ديت اقدر ان انا افهمها واستكشفها واشوف الباترن او الديستريبيوشن بتاعها بتزيد. واحنا يعني في رولز كتير موجوده، الناس بتوع الاحصاء يعني عملوا من زمان، يعني يمكن من خلال ال100 سنه اللي فاتت طلعت رولز كتير بيعملوا بيها سجيشن. لو انا عندي داتا سيت معينه بسايز معين بخصائص معينه، يعني الفاريشن اللي جوه الداتا الستاندرد ديفيشن، الحاجات دي احنا نشرحها في المحاضره الجاي بشكل اوضح، ولكن هي بنسميها objective rules. يعني انت معاك داتا سيت مش فاهم فيها حاجه، بس انت بشكل موضوعي objective، يعني بشكل موضوعي في قواعد ممكن تستخدمها علشان تستنتج بيها ممكن النمبر اوف بينز المناسب لرسم الهيستوجرام وفهم واستكشاف الداتا دي يكون عددهم كام. طيب علشان بس نفهم الحتة دي كمان، هو بيقول أنا دلوقتي هدفي إيه؟ أنا عايز الفكرة العامة إن أنا عايز دالة تكون بتزيد مع يعني الواي بتاعتي بتزيد مع الإكس، بس بتزيد بشكل بطيء، بحيث إن أنا مثلا لو معايا 1000 نقطة يعني عايز أعوض في function تكون increasing slowly، بحيث لو اعتبرت إن الإكس بتاعي هو عدد الـ values في الداتا سيت، فالواي اللي هي بتزيد سلولي ديت تمثل لي او تساعدني ان انا احسب حسبه استنتج منها نمبر اوف بنز او النمبر اوف كلاسز، اقسم الداتا سيت ديت لكام كلاس اوف فاليو او كام بن علشان ارسم الهيستوجرام واستفيد منه. فهنا هلاحظ ان الرولز ديت احنا مش هناخد الموضوع ده بتفصيل، لان في حتت ادفانسد وفي تفصيلات مش ما درسناهاش، يعني محتاجه معرفه بالاحصاء ومستخلصه من الداتا حسب الخصائص الاحصائيه بتاعتها. لكن الفكره العامه كده ان هنلاقي كتير من الرولز بتستخدم الجذر التربيعي، يعني ده قاعده كده، ان ممكن تلاقي حاجه زي الاكسل. قريت مره ان هي الاكسل لو انا اديته داتا وقلت له ارسم الهيستوجرام كده وسكت، هو الديفولت بتاعه ان هو بياخد عدد البنز هو الجذر التربيعي لعدد الداتا بوينتس. ليه؟ لان السكوير روت لو رسمته هلاقي ان الفانكشن بتاعته بتزيد، الاكس هو عدد الفاليوز، السكوير روت بتاعي اللي هو الواي ده هيزيد، الواي هيزيد مع الاكس بس هيزيد. يعني مثلا لو عندي 1000، لو عندي 100 داتا فاليو السكوير روت بتاعي هو 10، كان لو عندي داتا سيت مكونه من 100 نقطه وهختار عدد البنز بتاعتها للهيستوجرام هختار ان عدد البنز 10. طب لو الاكس زاد من 100 ل 1000 هشوف الجذر التربيعي لل 1000 اللي هو هيبقى اعتقد حاجه و30،
فزادت البنز شوية، بس برضو السكوير روت بيزيد، يعني مع لو عندي مليون هيبقى عندي عدد البنز 1000 which is too much يعني. فهنا هنلاقي ناس أكتر بتستخدم الجذر التكعيبي أو واحد على الجذر. الجذر التكعيبي لو قارناه بالسكوير روت هنلاقي إن الجروس بتاعه أبطأ، يعني الألف مثلا قلنا إن الألف السكوير روت بتاعها حاجة وتلاتين، لكن الكيوبيك روت أو الجذر التكعيبي بتاعها هيبقى 10. ولو عندي داتا ست مكونة من 1000 هيبقى عدد البنز المعبرة عنها أقل. حاجة شبههم شبه الجذر ده اللوج، اللي هي الرول اللي احنا هنشوف المعادلة بتاعته دلوقتي، هنلاقيه بيستخدم اللوغاريتم. ليه اللوغاريتم؟ لأن اللوغاريتم برضو دالة بتزيد بشكل يعني محكوم شوية. خلاص، فمثلا اللوج 1000 يعني 10 أس كام ب1000 هتساوي 3 وهكذا. يعني اللوج عموما هي دالة بتزيد، بس بتزيد زيادة بطيئة، فممكن برضو تساعدنا ان احنا نقدر نستخلص معادلة. بس هو استخلاص المعادلة مش بس بالقاعدة دي ان حاجة بتزيد ببطء، لا، هو بيتم استخدام بعض الحاجات زي يعني بعض الحاجات في الرياضة بيبقى ليها مغزى او معنى. هو اشهر واحد فكر في النقطة دي، الكلام ده كان مهم قوي زمان قبل ما الكمبيوترز تتطور ويبقى فيه أدوات كتير لرسم الهيستوغرام، لأن زمان كان الناس بترسم الهيستوغرام بإيدها. فمش هنقعد نرسم على بنز، يعني رسم الهيستوغرام نفسه كان مكلف مجهود ووقت وكوست، لأن كان تكلفة الورق والحبر ومش عارف والألوان والكلام ده. فمن أشهر الناس الإحصائيين في القرن اللي فات ستيرج ده، ستيرجز هو عالم طبعا ألماني معروف في مجال الإحصاء، وشغله كان في العشرينات يعني 1920 حاجات كده، زي يعني من 100 سنة بالضبط. الراجل ده كان من الحاجات اللي هو أسهم بيها قانون اسمه ستيرجز رول، اللي هو بيربطه باللوج فانكشن. قال إن عدد البنز نقدر نستخلصه من عدد الداتا بوينتس بالقانون ده، اللي هو 1 plus log n to the power log للأساس 2. وهو هنا استخدم الباينوميال كوفيشنتس، احنا خدنا حاجه شبه كده في الديسكريت ماس لما كنا بنشرح البرميوتيشنز والكومبينيشنز، مش فاكر شرحنا الباينوميال كوفيشنتس ولا لا يعني. فالمهم ان هو اعتمد على، يعني كان في حاجه معينه اعتمد عليها علشان يطلع الرول ده، والرول ده هيبقى ظريف جدا. يعني عدد البينز اللي هو الكي نقدر نستخلصه من عدد الداتا فاليوز بالقانون البسيط ده، وهيبقى الرسمه بتاعتنا سموث وجميله جدا ومناسبه. عدد البنز ده لو كانت الداتا بتاعتنا نورمالي ديستريبيوتد، واحنا مفترضين ان معظم الداتا سيتس في الحياه يعني بنسبه كبيره احنا بنحاول نتاكد الاول ان الداتا سيت بتاعتنا نورمالي ديستريبيوتد علشان نستخدم تكنيك معين، ولكن الهيستوغرام يعني الاسترجز رول ديت هي بتستخلص لنا لو انت معاك مثلا 30 داتا بوينت. فهنا بالتعويض في المعادله دي والراوندنج لازم طبعا عدد البنز يكون رقم صحيح، فكان الاسترجز رول دي بتسجست ان احنا نرسم الهيستوغرام بستة بنز مثلا. لو 200 طبعا نقدر نعوض في القانون ده ونتاكد من القيم دي، لو 200 مثلا يبقى عندنا 9. فعدد البنز بيكون مناسب للداتا بوينتس ديت جدا، والاسترجز رول بيكون فعال جدا لو كانت الداتا بتاعتنا فعلا نورمالي ديستريبيوتد. لو كانت سكيود هيبقى فيها استخدام الاسترجز رول هيبقى عليه علامات استفهام وفي انتقادات كتير ليه. وهو استرجز رول احنا قلنا هو عمل الرول ده من 100 سنه، لكن خلال ال 50 سنه اللي فاتت ناس كتير جدا وابحاث كتير طلعت لنا تعديلات على الاسترجز رول او طرق بديله علشان تتجنب المشكلات اللي بتطلع لنا لما بنرسم هيستوجرامز باستخدام عدد البنز اللي الاسترجز رول بيقولها لنا. خلاص، فما بتكونش المناسبه لحجم الداتا وطبيعه الداتا نفسها. هي المساله مش مساله عدد نقط بس، احنا هنا في الاسترجز رول استنتجنا باستخدام عدد النقط بس. الكلام ده هيبقى حلو لو كانت الداتا نورمالي ديستريبيوتد وما كانتش كبيره قوي، يعني هنا الداتا بوينتس دي 200 100 الحاجات اللي هي زمان كان طبعا قبل الكمبيوترز وكده كان برضو الناس بتوع الاحصاء كتير يستخدموا داتا سيتس بالحجم ده، لكن في عصرنا احنا بنتعامل مع داتا سيتس بملايين الداتا بوينتس. فهنا لو الداتا سيت كبرت، وزي ما هو الواقع في وقتنا الحالي،
وما كانتش وكانت سكيود يعني ما كانتش متوزعة بسيمتريك حوالين نقطة في المتوسط يعني، هيبقى الاسترجز رول مش دقيق قوي، ممكن يبقى ستارتنج بوينت لكن مش هيبقى استخدامه موثوق ان هو الاوبتيمال فاليو. يعني هو الناس بتدور دايما على افضل بين سايز للداتا سيت اللي معانا. الداتا سيت دي حاجتين، سايز وخصائص. يعني في داتا سيتس بتكون ما فيهاش فاريشن كبير غير لو داتا سيتس فيها فاريشن كبير. فالرولز الثانيه بتحاول انها تضم مساله الخصائص بتاعت الداتا سيت، قد ايه النقط بعيده عن المتوسط وهكذا. بس احنا مش هنقدر نخوض في المعادلات دي، لان احنا محتاجين الاول نكون خدنا الميجرز بتاعه السنتر والفاريشن وكده، اللي هي هتبقى موضوع المحاضره الجايه. لكن عموما الرولز المشهوره اللي هي بنت على الاسترجز رول، وكلهم كانوا من اول مثلا الثمانينات والتسعينات اللي يعني في ال 40 50 سنه اللي فاتوا، دونز فورمولا، رايس رول، سكوتس نورما. هنلاقي الحاجات دي معظمها بيستخدم يعني يا اما الدون اللي هو الاولاني ده بيستخدم لوج برضو، يعني بيبني على القانون بتاع سترج بس بيضيف ترم تاني باستخدام اللوج برضو علشان يحط خصائص الداتا، عشان لو كانت الداتا سكيود يتغلب على مشكلة سترج ويعرض الداتا الهيستوجرام، يبقى نعرف عدد البنز اللي تخلي الهيستوجرام يعرض لنا الداتا بشكل اوبتيمال. يعني الباترن والديستريبيوشن يبقى الكومبرومايز بتاعه بين عدد البنز القليل والعدد البنز الكبير يكون معقول. لكن هنلاقي رايس وسكوت بيستخدموا الجذر التكعيبي. يعني انا زمان يعني من فتره كان في حد شرح لي يعني سبب استخدام الجذر التكعيبي، ارتباط الجذر التكعيبي بالقوانين بتاعه السجشن او حساب او اقتراح عدد البنز الاوبتيمال او المثالي. لكن للاسف انا مش فاكر، يعني كان شرح يعني واضح جدا لكن ما قدرتش ان انا مش فاكره يعني، وما قدرتش وانا بحضر السلايدز دي اوصله يعني. فدي كده يعني عرض بسيط لمساله ازاي نعمل عدد البنز في الهيستوجرام. فإحنا بداية القانون الأساسي هو قانون سترج رول اللي هو هنا بنقدر إننا نستخدمه خلاص. وتقدروا إنكم تفتحوا مثلا الويكيبيديا أو أي حاجة، وبعد خصوصا لما أنزل لكم المحاضرة اللي بعد كده اللي هي بتتكلم على الميجرز الانتر كوارتايل رينج والستاندرد ديفيشنز والحاجات دي، فهتقدر إنك أنت تطبق اي معادله من دول يعني في الويكيبيديا او على جوجل هتقدر تجيب المعادله لو حبيت انك لو انت مهتم بالموضوع ده. انا كنت بفكر ان انا اعمل اساينمنت هنا بان احط لكم المعادلات بتاعه كل رول من دولت والسترج رول، وتكتب انت كود ادي لك الداتا فانت تشوف هي فيها كام اليمنت وتحسب لي بكل طريقه منهم الكي. فلو حد فيكم مهتم وفاهم اللي انا بقوله كويس يقدر يعمل ده لنفسه يعني كاساينمنت، ولو احتاج ان هو يرجع لي تحت أمره يعني. طيب ده كده عن الهيستوجرام اللي هو أهم حاجة النهاردة. في مجموعة فيجرز تانية منها يعني حاجة اسمها الفريكوانسي بوليجون. أنا لو وريتكم الشغل بتاعي أو الرسمة اللي أنا كنت عاملها من أحد الأبحاث هنا، كان في غير الهيستوجرام كان في كده زي ما يسمى الفيتد كيرف. هنا احنا عندنا برضو في الستاتيستكس في فيجر غير الهيستوجرام والفريكوانسي اسمه الفريكوانسي بوليجون. ايه هو الفريكوانسي بوليجون؟ هو طريقه تانية للتعبير عن الهيستوجرام والفريكوانسي تيبل اللي احنا استخلصنا منه الهيستوجرام ده. وهو ان انا بدل ما اعمل بار جراف كده، انا في كل كلاس هاجي في نقطه المنتصف اللي هي هنا مثلا من 20 ونص ل 30 ونص، اللي في النص من 21 ل 30 هو الايدج 25 ونص 35 ونص 5. ففي كل كلاس هاجي في الميد بوينت وهحط نقطة تمثل الفريكوانسي أو الكاونت بتاع الفاليوز اللي جوه الكلاس ده. هنا كان 28 فجيت هنا عند نقطة النص ال 25 ونص حطيت 28، عند ال 35 ونص حطيت ال 30، وبعدين هعمل بوليجون يعني هوصل النقط من أول الصفر كده، هوصل بالفاليوز اللي موجودة عند الميد بوينتس بتاعة كل كلاس اوف فاليوز، وبعدين هوصل بالصفر تاني. فاللي طلع لي ده اسمه الفريكوانسي بوليجون. هو طريقه برضو
لعرض الديستريبيوشن ممكن يبقى ايه يعني، بتحاول تختصر او تقلل الزحمه اللي جوه البار جراف دي، تشيل البارز خالص وتحط لي خط يبين لي الخط ده لو فيه بيل جراف، لو هي نورمالي ديستريبيوتد هيبقى واضح جدا. انا من الخط ده برضو عرفت ان الداتا بتاعتي رايت سكيود، وعرفت السنتر بتاعها حوالين ايه. فهي هي تعتبر طريقه تانية لعرض الهيستوجرام بس بدون استخدام البارز والبنز والكلام ده، وهي الى حد ما مناسبه لمقارنه داتا سيتس، زي في الاكزامبل اللي شفناه المره اللي فاتت لما كنا شاكين ان في ايدج ديسكريميشن. فهنا لما حطينا الفريكوانسي بوليجونز ممكن يكون عباره عن تو كيرفز بس، فيبقى باين فيها هنا الاكتورز مثلا كان واضح ان هو الى حد كبير نورمالي ديستريبيوتد، لكن الاكترسز كان سكيود بشكل واضح. فيعني الى حد ما افضل من ان انا ارسم اثنين هيستوجرامز. الفريكوانسي بوليجون بيختصر لي كمان الهيستوجرام لايه، لكيرف او للباوندريز بتاعه الهيستوجرام يعني. فلازم الناس تكون عارفه الفريكوانسي بوليجون، ولازم تقدر انك انت لو معاك فريكوانسي تيبل ترسم منه هيستوجرام، او ترسم فريكوانسي بوليجون، او ترسم فريكوانسي بوليجون من هيستوجرام، او ترسم هيستوجرام من فريكوانسي بوليجون، كلها طرق مختلفه انت بتشوف المناسب ليك وبتعمله يعني. برضو من الحاجات الفيجرز المهمه او اسامي الجرافس اللي ما ينفعش ما نبقاش عارفينها، يعني حاجه اسمها الدوت بلوت. الدوت بلوت هو يمثل حاله خاصه من الهيستوجرام اللي كان كل بين عباره عن 1 بوينت. يعني هنا لان الرينج بتاع الاكترس ايدجز ده كان بين 21 و80، فهو هنا عمل كان كل ايدج عنده نقطه 21 في ما فيش 22 مثلا 23 يعني وهكذا 20 مش عارف يعني. المفروض ان هو كان يمشي من كل من المينيمم للماكسيمم، وكل فاليو يبقى ليها زي مكان بنقطه نقدر نحط نقطه. فهنا الدوت بلوت معنى انا لقيت مثلا حد عنده 32 قمت حطيت نقطه عند ال 32، بعد كده لقيت واحد 31 حطيت حد تاني 32، فهعمل ستاكنج بقى يعني هحط النقط فوق بعضها. انا كده كاني بعمل بار جراف بس البار ضيق جدا رفيع جدا عرضه نقطه واحده بتمثل 1 فاليو، زي ما كانك رسمت هيستوجرام بس ما عملتش كلاسز او بنز. انت كل قيمه موجوده عندك في الداتا عملت لها او حجزت لها نقطه مكان. في طبعا جابس كتير هنا، واضح ان هنا ممكن ال 80 دي نعتبرها اوتلاير لان بعيده قوي عن الكثافه او الدنس. الدنس اريا هنا واضح ان هي في العشرينات والثلاثينات او لغايه الحاجه و40، وبعد كده بتبقى نقاط متناثره يعني. فالدوت بلوت ده معناه ان انا قدرت ان انا احط على السكيل ده او على الاكسس ده على الاكس هنا على المحور الافقي قيم تمثل تغطي لي كل الفاليوز اللي موجوده في الداتا بتاعتي. طبعا ده معناه ان لازم يكون الرينج اوف فاليوز بتاعي اقدر احطه على رسمه. يعني لو انا عندي حاجه بتتراوح بين 1 و1000 مش هعمل دوت بلوت في 1000 نقطه يعني، هتبقى صعبه شويه. لكن هنا لان الرينج بتاعي حوالي 60 من 20 ل 80 فنقدر اننا نعمل دوت بلوت زي كده. فلازم برضو الناس تكون عارفه الدوت بلوت بيستخدم كتير، وخصوصا في الداتا اللي الرينجز بتاعتها ما هياش متسعه. فبرضو وراني شويه الايه الديستريبيوشن بتاع الفاليوز، لكن هو كده كان هو هيستوجرام فيه الماكسيمم نمبر اوف بينز اللي هو ممكن يبقى فيه نويز ما يبقاش الباترنز واضحه وهكذا. اخر حاجه هناخدها هي اسمها السكاتر بلوت، ودي احنا لازم نكون عارفينها برضو لان هي السكاتر بلوتس ديت في الماشين ليرنينج الجوريزمز هي طريقه مهمه، لان انا دايما ببقى عندي بير تو كولومز اوف داتا عايز اشوف مثلا تاثير حاجه على حاجه تانية. هل مثلا المرض الفلاني بيتاثر بالعامل الفلاني، فالبيرد داتا ان انا في تو كولومز ممكن يبقى الداتا سيت فيها عشرات الاعمده من الداتا في اكسل شيت خلاص، وانا عايز اتاكد بس هل في علاقه بين الاكس والواي خلاص. فهنا السكاتر بلوت معناها ان احنا بنرسم كده في تو دايمنشنال، بنحط على المحور الاكس 1 كولوم وعلى المحور واي
سكند كولم، وكل نقطه بنرسم الاكس والواي بتاعها بتبقى نقطه. خلاص، فهنا بيبين لنا اذا كان في علاقه او لا، بيبين لنا اذا كانت مثلا في تجمعات الداتا ديت في شويه نقط هنا وبعدين في فراغ وبعدين في شويه نقط تحت، فيبقى كده ممكن دي تبقى معناها في كلاسترنج. الكلاسترنج الجوريزمز، او اتاكد ان في حاجه بتفرق كلاس عن كلاس، ان الاكس ده مع الواي اللي هو الكلاس بتاعي في حاجه بتفرقه عن بعض. هنا في الرسمه البسيطه ديت بس بيقول لي انت خلي بالك السكاتر بلوت ده انك انت ترمي القيم بتاعه الاكس والواي مع بعض خلاص على الجراف كده، هيبين لك اذا كان في بوزيتيف ريليشن شيب، يعني الاكس لو زاد متوقع ان الواي كمان يزيد ولا لا. ده بيسموه بوزيتيف كوريليشن. لو الاكس زاد ممكن الواي يقل ولا لا. هنا الاكس لما كان صغير كان الواي كبير، لما الاكس زاد الواي نزلت تحت، فده بنسميه نيجاتيف كوريليشن. كان في خط ايه، خط مستقيم بيعبر عن العلاقه بين الاكس والواي، وممكن يبقى كيرف مش خط. المهم ان لما واحد فيهم بيزيد التاني بيقل او العكس، وده بيسميه نيجاتيف كوريليشن. لو كان في خط مستقيم هنرسمه بيبين العلاقه بينهم هيبقى السلوب بتاعه سالب. وممكن انا ارسم اكس مع واي كده الاقي النقط متوزعه في البلين بشكل عشوائي، فاستنتج من كده ان مفيش علاقه بتربط الاكس والواي. طيب عموما انا كده خلصت اهم حاجات في الجرافس اللي هي باقي شابتر 2 من الكتاب. اهم حاجه قلناها النهارده ما يتعلق بالهيستوجرام، لكن لازم انت تكون لو ناويين يعني تتعلموا ماشين ليرنينج وتدوسوا شويه في الاستاتستكس والداتا ساينس والكلام ده، فاحنا هيقابلنا كتير هنستخدم انواع الجرافس اللي قلناها النهارده دي وغيرها خلاص. لكن انا اخترت مجموعه منها كاكزامبل. واهم حاجه النهارده هي كانت الشرح المتعلق بالهيستوجرام، تمام. وان شاء الله المره الجايه هنبدا نشوف الميجرز اللي هي موجوده في شابتر 3 للسنتر والفاريشن والكلام ده. فارجو ان يكون الشرح ده واضح، ولو في اي مشاكل يا ريت تعرفوني وتبعتوا لي اي اسئله ليكم، وان شاء الله الاسبوع الجاي احط لكم الجزء الاخير من المحاضرات.